من قال إن اليأس حل؟ الحل في أن نستمر. كان جسدي مثل البلاد، كان يتحمل لياقة بدنية قوية جدا، باعتبار أني أنا كنت لاعب رياضي ولياقة بدنية وكمال أجسام وكونفو من قبل الثورة. في 25/5 بداية الشهر الخامس، بآخر الشهر الخامس كان إصابتي في 2015، ووقت الإصابة هون بترت ساقي الأيمن وتأثرت ساقي الأيسر. طلعت على تركيا وتلقيت العلاج وما ظل عندي شيء من العلاج. بعدين تواصل معي رئيس الاتحاد علاء الدين تمر، فعندك عدة بطولات وعندك عدة فحوصات. قلنا نحن شغلتنا نحارب اليأس، والحمد لله دخلت في أول بطولة، كانت بطولة اسطنبول. الحمد لله أكرمنا في المركز الأول، وبعدين أخذت عدة فحوصات وكنت من الحمد لله أحرزت شهادات تفوق. بعدين جاني طلب أن في عندك بطولة دولية وعندك منافسين دوليين في بطولة سامسون. عدينا العدة ونزلنا على سامسون، وتفاجأوا في حضور فاضل عثمان أنه على ساق واحد وجاي يتحدى أربع أبطال دوليين. دخلت في البطولة وكان لي المركز الأول، وتلقيت شهادة وميدالية ذهبية وكأس ذهبي. حاليا عم بشتغل في ورشة خياطة، ويعني عم لاقي صعوبة، ولكن الحمد لله عم بتغلب على اليأس. تقريبا رجعان على سوريا، لانه اللي تعلمته انا كانت هدفي تعلمه وارجع فيه للاطفال الصغار، لاشبال سوريا اللي بده يعيدوا لنا مجد هذه الامه.